السلام عليكم. خطت مشاورات الكويت اليوم خطوة عملية مهمة باتجاه الوقوف على استحقاقاتها المؤجلة، عندما نجح المبعوث الأممي أخيرا في إنفاذ خطته القاضية بتقسيم طرفي المشاورات إلى ثلاث فرق عمل تعنى بالمحاور الرئيسية الثلاث، وهي المحور السياسي والأمني والمعتقلين، فيما تواصلت النقاشات بشأن الرؤى الثلاث المقدمة للحل، إحداها تلك المقدمة من الأمم المتحدة. بدا المبعوث الأممي متفائلا على عكس ما تشير إليه الوقائع الميدانية، حيث لا تزال الخروقات والتجاوزات الخطيرة على حالها من جانب الانقلابيين. الأمر هنا يتعلق بإطلاق صواريخ باليستية على مأرب ومناطق أخرى واستمرار القصف المكثف على الأحياء السكنية في تعز. قال المبعوث الأممي إن طرفي المشاورات جددا دعمهما للجان التهدئة الميدانية، وتحدث عن تطورات إيجابية في الجانب الإنساني، فهل يكفي ذلك للاقتناع بأن شيئا إيجابيا يحدث في مشاورات الكويت؟ سنتوقف مشاهدينا ضمن حلقة اليوم من المساء اليمني أمام التطورات المتصلة بمشاورات الكويت، ونقف على الرؤى الثلاثة المقدمة من وفدي الحكومة والمتمردين ومن الأمم المتحدة، وعن إمكانية التوصل إلى توافق بشأن رؤية الأمم المتحدة التي يبدو أنها ستصبح خارطة الطريق المحتملة للحل، أخذا بالاعتبار أن طرف الميليشيا حتى اللحظة لم يعترف بأنه أساس ما يحدث في اليمن، ولم يفرق بين ما هو أصيل وما هو طارئ وما هو فعل وما هو رد فعل، ويتجنب تسمية اللجان ويماطل في الإعلان عن قائمته، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة من بقاء السقف الزمني للمشاورات مفتوحا. مشاهدينا أهلا بكم، دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تم توزيع المشاركين على ثلاث فرق عمل تركز على المسار الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين. نجاح يتيم في المسار الجامد للمشاورات هو ما أعلن عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في إيجازه اليومي حول المشاورات اليمنية في الكويت، ويتعلق تحديدا بضمان انطلاقة مختلفة للمشاورات هذه المرة عبر تقسيم وفدي المشاورات إلى ثلاث فرق عمل، خطوة ذكية من المبعوث الأممي لطالما تهرب منها الانقلابيون، فهي تضمن بقاء الجميع وجها لوجه في مناقشة ما يمكن اعتباره محاور المشاورات الرئيسية الثلاث، السياسي والأمني وأوضاع المعتقلين. عدا ذلك لم يحمل المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي جديدا، فقد حلق في فضاء الإنجازات المتواضعة التي يدعي أنها تحققت على الأرض ومعظمها في الجانب الإنساني، بالإضافة إلى حديثه عن قدوم وفد نسائي إلى الكويت على نحو يذكرنا بالوصفة غير الناجحة التي وصمت مؤتمر الحوار الوطني حينما جرى اعتماد التوزيع الفئوي لمهمة خطيرة مثل مهمة تقرير مصير الدولة. المبعوث الأممي لم يستطع تجنب الحديث عن الخروقات التي وصفها بالخطيرة في الميدان على نحو ما أوضح في مستهل مؤتمره الصحفي، دون أن يقدم حلولا ناجعة لوقف هذه الخروقات، لوقف الأعمال القتالية، وهذا أمر مقلق ونتابعه بحرص مع الأطراف والجهات المعنية وبدعم قوي من المجتمع الدولي. تعمد المبعوث الأممي عدم الإشارة إلى طبيعة النقاش الذي دار بين طرفي المشاورات حول الرؤية الأممية التي يبدو أنها أتت كرؤية وسطية بين رؤيتين متضادتين، فقد تضمنت مقترحا بتشكيل لجنة وطنية وأخر فرعية للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهي مهمة أوكلها قرار مجلس الأمن إلى السلطة الشرعية. واقترحت الرؤية أيضا مسارا ينفذ على ثلاثة مراحل فيما يتوزع تنفيذها جغرافيا إلى ثلاثة مناطق، والمسار يضمن أن يجري النقاش في كل النقاط المثارة في القرار الأممي بالتزامن، ولكن التنفيذ يتحقق بالتراتبية التي تطالب بها الحكومة، هي المرة الأولى التي تتضح فيها خارطة الطريق المرشحة لأن تصبح مشروعا نهائيا للحل يحظى بمساندة دولية وإقليمية، ومن شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين إذا ما توفر الحزم والعزم من جانب المجتمع الدولي لضمان تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع. حاول الطرف الإنقلابي إرباك مشاورات الكويت باستحداثات خطيرة في مسار الأزمة، ليس أولها نهب أسلحة معسكر العمالقة، وليس آخرها الاستمرار في قصف تعز وإطلاق الصواريخ البالستية أو التملص من موقف واضح تجاه رؤية الأمم المتحدة للحل، وما يزال هذا الطرف يحاول يائسا إرباك هذه المشاورات بالمراوحة داخل رؤيته العقيمة للحل التي أنتجت كل هذه المآسي والحروب والانهيارات المتلاحقة في الصف والتمزق الخطير في اللحمة الوطنية. إذن مشاهدينا، سيكون معنا عبر سكايب لمناقشة هذه الحلقة الصحفي عبد الله حزام من الكويت. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير عزيزي.
أستاذ عبد الله، بداية يعني نود أن تحدثنا عن كيفية سير المفاوضات حتى اللحظة، وما هو تقييمك لها؟ والله المشاورات اليوم دخلت مرحلة عملية، وهي المرة الأولى حيث اجتمعت اللجان الثلاث، عقدت أولى اجتماعاتها بحضور مندوبين على الأمم المتحدة، خلجنت المختطفين وتلقى المختطفين والأسرى والمخفيين قطرا. تم اعتماد أن كل اللجان هذه التي شكلت الثلاث تعمل على آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16. تقريبا لا يزال الطرف الآخر يتنصل من بعض المسميات. مثل ماذا أستاذ عبد الله؟ ما هي المسميات التي يتنصل عنها؟ يعني هو يشتكي من مسمى، لماذا تأتي اللجنة السياسية اللجنة رقم 3 ولم تأتي اللجنة الأولى، لم تأتي اللجنة كذا، لكن ما يدعى من يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود المحاولة بالتواصل معك أستاذ عبد الله. كان يحدثنا الأستاذ عبد الله أنها لأول مرة تخطو المشاورات الخطوة العملية الحقيقية الأولى، اجتمعت الثلاثة اللجان، اللجنة الأمنية والمختصة بالأسرى والمختطفين قسرا، واللجنة أيضا السياسية كانت اللجنة الثالثة، واللجنة الثانية هي العسكرية التي مختصة بالانسحاب. وتحدث أيضا حول أن الطرف الانقلابيين يحاول أن يتنصل من بعض المسميات ويبدأ بوضع الأسئلة، لما أتت اللجنة الرئاسية رقم 3، ويأمل المراقبون أن تكون هذه الخطوة هي خطوة حقيقية لبدء العمل على يعني إعادة السلام للبلد من خلال هذه خارطة الطريق التي تحدث عنها ولد الشيخ. إذا عاد معنا الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، نعم كنت تتحدث عن تنصل وفد الميليشيا من بعض المسميات واحتجاجه على وجود اللجنة الرئاسية رقم 3، تفضل. نعم، هو على مسمى اللجنة، هو احتج على مسمى اللجنة، واحتج أيضا على أنه يعني هذه اللجنة أو اللجان الأولى قالها أحد أعضاء الوفد بصراحة أنها جاءت تنفيذ لرؤية الحكومة، وهذا غير صحيح. اللجنة جاءت أو كل اللجان وضعت، الفريق الأممي وضع خارطة طريق لليمن بشكل عام لتنفيذ قرار مجلس الأمن، ولكن ننتظر غدا، يوم غدا سيكون يوم مهم خاصة للجنة التبادل المختلفين، لأن تم الاتفاق اليوم على أنه يتم غدا تسليم الكشوفات بأسماء الأسرى والمخطوفين والمخفيين قسرا من سياسيين وصحفيين ونشطاء سياسيين في اليمن. نعم. اليوم أن الجانب الحكومي جهز كل كشوفاته وهي جاهزة وسيتم تسليمها بالصباح، إذا لم تسلم الليلة أو قد سلمت المبعوث الأممي، وننتظر من الفريق الآخر أن يتلم هذه الكشوفات غدا. في محور اللجنة الأخرى، لجنة نزع السلاح، تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، شهدت الكثير من التوتر. نستطيع أن نقول هم سيظلوا خلال هذه الفترة طبعا يتوتروا هنا ويتوتروا هنا، لماذا هذه النقطة تنسحب، أين حدود المنطقة ألف، أين حدود المنطقة باء، لا هذا مش صحيح لا، ولكن هذه كلها مناورات في نهاية المطاف. لا يتم أي خطوة غير تطبيق القرار 22/16، والشيات يبحثون عن تحقيق أي نصر على الأرض، يبحثون عن تعبية الشارع وتحريب الشارع، بشعارات أن المارين تنزل في المكلة، أن وهذا كله من طيب أستاذ عبد الله، يعني حدثتنا عن يعني ما حدث تقريبا في اللجنتين الأولى والثانية، ماذا عن اللجنة السياسية؟ اللجنة السياسية حسب المعلومات التي نمت إلينا لا يعني لم تحقق اليوم أي نشاط يذكر، ودخلوا بجدل ما هي النقاط الأولى، هل هم يطرحوا نفس الخلاف الأول والتمسك الأول بالسلطة التنفيذية، ونحن نتحدث عن حكومة واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت إقرار الدستور، إقرار الدستور الوطني، السير بإعداد جدول انتخابات والانتخابات، التهيئة لإجراء الانتخابات، وهناك
الوسط اللي هي عاصمه شراكه وطنيه وابعاد او ازاله الاستحداثات اللي حصلت في مؤسسات الجيزه في الدوله. هذا المحور مرتبط تماما باستعاده مؤسسات الدوله وازاله الحوثنه التي حصلت لهذه المؤسسات خلال الفتره الماضيه. ولكن الطرف الاخر يريد ان يذهب الى راس الهرم، يريد ان يذهب الى سلطه تنفيذيه، ومفهوم السلطه التنفيذيه تعني رئاسه الدوله، ومن ثم التقاسم والتشارك، يريد بشكل او باخر تثبيت استاذ عبد الله. اذا دعنا نشك معنا في الحديث الصحفي في رئاسه الجمهوريه ياسر الحسني عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير استاذ ياسر. مساء النور عليك وعلى مشاهديك الاعزاء اختاري. اهلا بك استاذ ياسر. بدايه يعني نتحدث عن توزيع اللجان الثلاث، ربما السؤال هل يعني هذه اللجان ستعمل في نفس الوقت، يعني لن تتقدم لجنه على اخرى، وكيف تم القبول بهذه التشكيله؟ بالتاكيد سيكون الترتيب الاولي او الاولويه بس ستكون للجان الامنيه والعسكريه لازاله العوائق، كما قال البيان الاممي او الرؤيه الامميه لازاله العوائق امام استئناف الحوار السياسي. سيكون المهام الاولويه او الاولويه في ترتيب هذه المهام هو الجانب العسكري وازاله العوائق العسكريه بالانسحابات من المدن وتسليم مؤسسات الدوله، ثم تسليم الاسلحه الثقيله والمتوسطه، وثم نبدا بالشروع في الحل السياسي. هذه اللجان ستحضر لرؤى وآلية تنفيذية لكيفية استئناف الحوار السياسي، بينما سيكون الهم الأكبر كيفية يعني عن كيفية استعادة الدولة ويعني نزع سلاح الميليشيا. نحن لدينا يعني خبرة طويلة مع الميليشيا الانقلابية، للأسف الشديد حاورنا معهم عام كامل ووقعوا على مخرجات الحوار الوطني وانقلبوا عليهم. لا نريد أن يظل السلاح في يد أي ميليشيا مسلحة، نريد أن يظل السلاح في يد الدولة والدولة فقط، ونتشاور ونتحاور بعد ان يكون السلاح في يد الدوله. نعم يعني تسليم السلاح استاذ ياسر، افهم كلامك ان تسليم السلاح والانسحاب من المدن سيكون هو اولا؟ كيف قبلت الميليشيا بهذا الامر وهي الرافضه له منذ بدايه المشاورات؟ هناك ضغوطات دوليه كبيره ويعني ضغوطات باتجاه السلام. الميليشيا الانقلابيه الان في ورطه عسكريه، لم تاتي الى المشاورات الا لانها يعني تخسر على الارض كل يوم، لا يعترف بها لا اقليم ولا عالم ولا مجلس امن ولا حتى شعبيا، هناك مقاومه شعبيه عارمه وانتم تعرفوا ذلك. فالميليشيا الانقلابيه امام امر واقع، لا تستطيع ان تقاوم كل هذا الضغط الداخلي والخارجي، فما عليها الا الاستسلام، واعلنت بقبولها بالقرار الاممي. نحن الان اتينا الى الكويت ببساطه لبحث اليه تنفيذيه للقرار الاممي 2216 ونخرج اليمن من الازمه التي تعيش جراء الانقلاب التي قامت به الميليشيا الانقلابيه. القرار الاممي واضح، استعاده الدوله وانهاء الانقلاب. نحن الان نبحث اليه لاستلام الدولة المنهوبة تحت هذه الميليشيا الانقلابية. نحن نبحث عن آلية يعني تعيد الدولة بشكل سلمي وسلس. نحن نريد أن نطبق القرار الأممي 2216 بطريقة سلمية، لكن الميليشيا الانقلابية ظلت تراوغ، فليس أمامنا إلا الحل العسكري. نحن نتمنى أن تحل سياسيا، والحكومة جاءت إلى هنا بحثا عن السلام ورغبة في السلام. نحن الحكومة جادة في أن تكون الأولوية في استعادة مؤسسة الدولة وايضا استعاده الاسلحه المنهوبه، لانه لا يمكن ابدا يعني البدء في الجانب السياسي ما دام السلاح في يد الميليشيا. اولا تسليم السلاح والانسحاب من مؤسسه الدوله، ثم التحضير للحوار السياسي. نعم، اذا نبقى معنا استاذ ياسر، ساعود اليك بعد ان اسال الاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله، هل تعتقد ان تعليق المشاورات من قبل وفد الحكومه قد اثمر شيئا على ارض الواقع؟ على ارض الواقع لم يثمر. تعليق المشاورات جاء لنقول للوسطاء للسفراء، يقول للامم المتحده نفسها انه نحن لا يمكن ان نستمر في مشاورات من اجل المشاورات، والميليشيات تستمر كل يوم بعمل خروقات على الارض. خروقات الميليشيات على الارض هذه الايام مهوله، خاصه ما يتعرض له المدنيين في محافظتي البيضاء وسعد. سعيد تقصف يوميا الان وانا احدث فيه، سعيد تقصف بالساكنشا وقذائف الدبابة وقذائف المدفعيه وسط المدينه السكانيه والمستشفيات، سعيد تقصف كذلك البيضاء، قرى في البيضاء وديدت بكاملها في خلال المشاورات. اذا كان في منذ دخول وحيز اطلاق وقف النار مرصود اكثر من 4000 خرق ناري على المدن وليس على المعسكرات فقط، وحصل ايضا في النهم وحصل في الجبهات، لكن اكلمك على نحن الان امام الضغوط الدوليه والوساطات والضمانات. الوفد الحكومي علق المشاورات وقال يريد ضمانات دوليه
ليس بالتزام هؤلاء بالقرارات، لا بالتزامهم بوقف اطلاق النار اولا. نحن ندرك انهم اليوم حتى في عمل اللجان وفي موافقتهم تحت الضغط الدولي وتحت الضغط والوساطات الدوليه التي حصلت ووساطات مجلس التعاون الخليجي، عدم مشاوراتهم يحملون في نواياهم وفي طيتهم، وهذه ما تكشف تصرفاتهم، المراوغه وكسب المزيد من الوقت وتضييع الفرص. وهذا يعني واضح كثير الوضوح في 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 طرحهم في المشاورات في تناولهم. حتى لو لاحظتوا تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات الوفد المشارك الرسمي الاساسي، تفهم انهم البعض يهاجم ولد الشيخ والبعض يهاجم كذا. نحن امام ضغط حقيقي، الجانب الحكومي امام ضغط حقيقي، ضغط الشعب اليمني الذي عانى الكثير والذي يريد الخلاص من هذه الميليشيات من الظلم والاضطهاد باي ثمن كان، وامام ضغط الدولي الذي الى فتره قريبه كان يقول انه الجانب الحكومي لا يريد السلام، الاخرين الغابونين يقول لهم يريد السلام. اليوم رجعنا الى السويس وجاء الوفد الحكومي وانتظر في البدايه 3 ايام ودخل في مشاورات، رغم الخروقات الموجوده اليوم التي كان ممكن الوفد يتخذ موقف ازاها في التعز وفي كذا، استمرت المشاورات. نعم. نحن نريد ان نسال. نعم، إذا أستاذ عبد الله أيضا وأستاذ ياسر ابقى معنا، تنضم معنا أيضا الدكتورة نهال العولقي عضو الوفد الحكومي في المشاورات من الكويت. مساء الخير دكتورة نهال. أهلا، مساء النور. دكتورة نهال، يعني أخيرا أفضت جولة المفاوضات إلى تشكيل لجان، ما أهميتها برأيك وما علاقتها بالتقدم نحو خطة عمل حقيقية وملموسة على أرض الواقع؟ طبعا هذه اللجان هي أساس بعد أن قدم الطرفان رؤيتهما في المحاور الخمسة التي هي موضوع المشاورات أو أجندة المشاورات. بعد أن تم تقديم هذه الرؤى في جلسة عامة على أساس المحاور الخمس، تم تقسيم الوفد أو الوفدين إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تختص بتنفيذ محور أو محورين من المحاور الخمسة. فتوزع 3 لجان، لجنة تتعلق بالمعتقلين والسجناء السياسيين والأسرى فأخذت هذا المحور، ولجنة أخرى هي سميت باللجنة السياسية وهي لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، ويتعلق بالتحضير باستعادة الدولة بمحور استعادة الدولة ومحور التحضير لاستئناف العملية السياسية الحوار السياسي. نعم. واللجنة الثالثة هي لجنة الترتيبات الأمنية، وتختص بالنقاش في مسائل المتعلقة بالانتحابات وتسليم السلاح والترتيبات الأمنية خلال هذه الفترة. نعم، إذا فهي الغرض الهدف منها هو التركيز على هذه المحاور ومناقشتها بشكل بشكل مركز والوصول إلى وجهات نظر متقاربة في الرؤيتين. نعم، إذا ما تقييمك للجلسة الأولى لهذه الـ3 اللجان، وهل أفضت إلى شيء أو إلى يعني لنقل تفاؤل أن هذه وجهات النظر قد تقاربت نوعا ما؟ طبعا الاجتماع اليوم الأول كان اجتماع للترتيب العمل أكثر من الخوض في صلب العمل أو في المواضيع. فكان اجتماع يعني للتنسيق وتنظيم العمل وتثبيت المحاور التي تختص بها كل مجموعه او كل لجنه عمل. فهذا اكثر، ودخلنا في بعض المواضيع يعني بشكل عام هكذا النقاشيه ولكن دون تعمق. نعم. الان لا توجد يعني اي مخرجات. نعم، لو تحدثنا أستاذة يعني عن سمعنا أن هناك يعني كما تحدث معنا الأستاذ عبد الله حزام ضيفنا عبر سكايب بأنه سيتم تسليم يعني كشوفات بأسماء المختطفين من يعني جميع الأطياف المدنية والعسكرية أيضا والسياسية والصحفية من كل الأطراف إلى يعني مندوب الأمم المتحدة ولد الشيخ، هل لديكم الأسماء كاملة أم أنكم تعملون على جمعها بشكل كافي حتى يطمئن أهالي هؤلاء المختطفين؟ طبعا هذا المطلب تقدمنا به نحن وفد الحكومه، ولكن مع الاسف الوفد الانقلاب تعنتوا حتى في هذه المساله ورفضوا تقديم اي كشوفات تتعلق باسماء السجناء والمعتقلين السياسيين، بل هم يرفضون
بحسب مزاعمهم أنهم لا يوجد هناك معتقلين ولا يوجد سجناء سياسيين، كل ما لديهم أسراء، أسراء حرب، وأنه سيتم تبادلهم وفق كشوفات على الأرض وفي الميدان. يعني هم ليسوا جادين في هذا الأمر ولا يريدون الخوض فيه، يريدون اللعب على الورقة الإنسانية إلى آخر لحظة واستخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية. نعم، إذن أستاذة دكتورة نهال، يعني كيف ستأمنون بالعمل مع هذا بهذا الشكل إذا كانت أولى الخطوات لبناء الثقة غير متوفرة وهم يتحدثون فقط عن أسرى حرب؟ يعني ونحن نعلم جيدا كم عدد المختطفين الذين اختطفوا من منازلهم. نعم. السياسيين بدءا من محمد قحطان انتهاء بأبسط الناس الذين شكوا بانتماءاتهم. نعم بالتأكيد العمل في هذا الجو صعب جدا، وهم كل يوم يهدمون الثقة ولا يعززوها مع الأسف، إلى درجة اليوم أنهم يعني هم يكذبون ويقولون بأنهم يتقدمون في جدول الأعمال لكن يعودون إلى نقطة الصفر مثلا. نعم. اليوم سمعنا أنهم غير موافقين على جدول الأعمال، تخيلي بعد 3 أسابيع يقولون أنهم ليسوا موافقين على جدول الأعمال، وهكذا يعني هم استمرأوا الكذب، والكذب على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي، أما نحن نعرفهم وهذا أسلوبهم وطريقتهم يعني في العمل. نعم. نحن صابرون وصامدون نناقش في إطار الأسس والمرجعيات المتفق عليها. نعم. هو خارج من ذلك لا نناقشه، وإذا هم أبدوا تعنتهم هذا يفضحهم أمام الأمم المتحدة. صح. وأمام المجتمع الدولي، ويبين يعني عقليتهم وعدم جديتهم للسلام. نعم. وللحوار. طيب دكتورة نهال، أخيرا يعني بعد تعليق الوفد الحكومي لعمله في المشاورات، عاد يعني كما قيل أو كما تداولت الأخبار بضغوط من أمين عام مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي، هل كانت فعلا هناك ضغوط أم قدمت ضمانات للوفد الحكومي؟ ليست هناك أي ضغوط، لم تمارس أي نوع من أنواع الضغوط، بالعكس هناك ضمانات قدمت لنا من قبل الأمم المتحدة. ما هي؟ ودول مجلس التعاون ضمانات، وهي أنه سوف يكون هناك تحقيق يعني حقيقي فيما حدث في معسكر لواء العمالقة. نعم. وسيتم تقوية اللجنة التهدئة والتواصل التي تعمل على الأرض، وسيعطى لها صلاحيات، وسيتم يعني إرسالها إلى هناك لكي تحقق في الأمر. وأيضا هناك ضمانات بأنه لن تناقش مسائل خارجة عن إطار المرجعيات المتفق عليها والأسس الثلاثة. نعم. يعني ضمانات من هذا القبيل تشعرنا بالطمأنينة. نحن نعرف أن الطرف الآخر لن يلتزم بها، ولكن نحن يكفينا أن نوصل رسائلنا وصوتنا إلى الأمم المتحدة وإلى وأن يعلم أشقائنا بأننا يعني أصحاب سلام ودعاة سلام، وأننا أتينا وفق مرجعية متفق عليها ولا يمكن لنا أن نخرج عن إطارها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتورة نهال العولقي، عضو الوفد الحكومي المشارك بالمشاورات، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ ياسر، لو عدنا إلى رؤية المبعوث الأممي، برأيك ما هو موقف الوفد الحكومي منها؟ هل يجدها قريبة من رؤيته التي قدمها أم أنها دون طموح اليمنيين؟ الرؤية التي قدمتها الأمم المتحدة يعني هناك اتفاق كبير بينها وبين الرؤية بين رؤية الحكومة اليمنية. هذه الرؤية يعني هناك كثير يعني من النقاط تلتقي مع ما تريده الحكومة اليمنية، لأن رؤية الحكومة اليمنية جاءت بناء على القرار الأممي. نعم. الشيء العجيب أن الرؤية التي يعني قدمها الانقلابيون لم تتوافق أيضا مع الرؤية التي قدمتها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة حريصة على يعني لم الشمل وأيضا يعني بحث آلية مناسبة لتنفيذ القرار الأممي. الآلية التي قدمتها الحكومة تتناسب مع الرؤية الأممية، بينما الرؤية الأخرى لا تتناسب البتة. الميليشيا الانقلابية للأسف كما ذكرت الأستاذة نهال ليست جادة في السلام، يعني كل يوم لديها انقلابات على التعهدات التي تضعها على طاولة المشاورات، كل يوم تضع تعهداته في اليمساري تنقلب عليها. قبل أسبوع تقدمت بمقترح بتشكيل لجنة من أجل المختطفين، وفي اليوم الثاني تنقلب على هذه
على هذه الفكرة. يعني نحن لا ندري لماذا تراوغ هذه الميليشيا الانقلابية. نحن نعلم ويعرف الشعب اليمني كل مدى كذب هذه الميليشيا الانقلابية، لكن نريد أن نثبت للشعب اليمني الذي يبحث عن السلام بأن هذه الميليشيا لا تعتني أو لا تكترث بمعاناته ولا تبحث عن السلام، وإنما تريد مزيدا من سفك الدماء، تريد مزيدا من الفوضى والإرهاب. الحكومة جادة على استعادة الدولة بشكل سلمي وسلس، لكن الميليشيا تؤكد بأنها ليست جادة في ذلك، لكن الحكومة ستظل حتى آخر لحظة بحثا عن السلام وبحثا عن إعادة الدولة إلى اليمن وإنهاء الفوضى والانقلاب الذي يمر به بلادنا الحبيبة. نعم، إذن عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني هناك من يقول أن الرؤية المطروحة من قبل ولد الشيخ ربما تكون هي خارطة الطريق المحتملة، يعني والتي سيبقى جوهرها قائما حتى وإن خضعت لبعض التعديل. أود أن أسمع رأيك، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا إلى أن نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، مرحبا بكم ضيفينا مره اخرى استاذ عبد الحزام استاذ ياسر الحسني. استاذ عبد الله، كنت سالتك قبل الفاصل عن الرؤيه المطروحه من جانب الامم المتحده، هل ستكون هي خارطه الطريق برايك؟ نعم، هي خارطه الطريق مع ستخضع لبعض المسافات، لكن هي الخطوط العريضه لتنفيذ القرار الاممي 2216 والقرارات الاخرى ذات الصله، وهي تمثل خارطة الطريق فعلا. إذا وجدت النوايا من جميع الأطراف خاصة من طرف الميليشيات، إذا وجدت النوايا الصادقة نحو السلام، هذه الرؤية تمثل خارطة الطريق حقيقة. نعم، إذا أستاذ ياسر، يعني نسمع ونقرأ أيضا عبر وسائل إعلام الحوثيين أنهم ما أتوا إلا بناء على تفاهمات مسبقة مع المملكة العربية السعودية، وأن أصلا يعني المشاورات الحقيقية هي مع السعودية. ألا يؤثر ذلك على مصداقيتهم حيال مشاورات الكويت، وكيف يتم التعامل مع مثل هذه التصريحات؟ أستاذ ياسر، هل تسمعني؟ نعم، تعيدي للسؤال تفضل. نعم، يعني قلت لك أننا نتابع إعلام الحوثيين ونجد أنهم يسربون لهذا الإعلام بأنهم ما أتوا إلا عبر تفاهمات قد تمت مع المملكة العربية السعودية، وأن المشاورات الحقيقية هي مع السعودية وليست مع أي طرف آخر. هذا كلام غير صحيح. نحن أتينا إلى الكويت من أجل أن تقوم الميليشيا الانقلابية بتسليم الدولة بناء على القرار الأممي. نعم. نحن نتفاوض والعالم يعرف والدولة المصرية تعرف أن هذه ما يحصل في الكويت هو حوار أو مشاورة بين حكومة وانقلابيين سطوا على السلطة بقوة السلاح. أتينا إلى الكويت لاستعادة الدولة سلميا، هذا هو الأمر بكل بساطة، لكن الميليشيا الانقلابية تريد أن توهم أنصارها الموهومين في الداخل بهذه الأحاديث الكاذبة والغير صحيحة. نحن أتت الحكومة إلى الكويت لاستلام الدولة وبحث آلية لتنفيذ القرار الأممي 2216، هناك قرار أممي يحظى بدعم دولي وإقليمي باستعادة الدولة سلميا. نحن كنا على أبواب صنعاء لاستعادة الدولة عسكريا، ولكن العالم قال يجب أن نتجه نحو السلام، والميليشيا لديها رغبة جادة بتسليم الدولة سلميا. نحن أتينا إلى الكويت لبحث آلية لاستلام الدولة واستعادتها. نعم. واليوم اللجان المشكلة تؤكد على ذلك، لجان استعادة الدولة، لجان استئناف الحوار السياسي. استعادة الدولة هو أهم يعني بند موجود هنا في مشاورات الكويت، وغير ذلك لن يعني يتم التعامل مع مثل هذه التصريحات الغير صحيحة. هناك تصريحات يعني جوفاء لقادة هذه الميليشيا الانقلابية. نعم. هناك تصريح للمخلوع صالح قبل أيام يقول فيه بأننا لا نعترف بمرجعية مشاورات الكويت الذي هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 22 القرار الأممي 2216. وعندما احتج الوفد الحكومي أمام المبعوث الأممي أكد ممثل المؤتمر الشعبي العام بأن تصريحات المخلوع صالح لا تعنيهم. هؤلاء يطلقوا تصريحات لعناصرهم الذي يعني يريد أن يهمهم بمعلومات غير صحيحة. نحن في اتجاه استعادة الدولة إما سياسيا ونحن نتجه بهذا الاتجاه، وإما عسكريا، فما على الميليشيا الانقلابية إلى الآن إلا خيارين، إما أن تسلم الدولة سياسيا وسلميا هنا في الكويت حقنا للدماء اليمنيين، وإما عسكريا فقوات الجيش الوطني على أتم الاستعداد لتحرير اليمن من براثن هذه الميليشيا الانقلابية. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي ياسر الحسني، صحفي برئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ عبد الله، برأيك أستاذ عبد الله على ماذا يعول يعني الوفد الحكومي أيضا والمبعوث الأممي بالذات، رغم
يعني انقلاب الحوثيين على أبسط الاتفاقات كما تحدث معنا الأستاذ ياسر وأيضا دكتورة نهال، وأنت تحدثنا أنهم يعني دائما ما يقدمون رؤى وينقلبون هم عليها، فما بالك بأي فكرة مطروحة من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الوفد الحكومي؟ عزيزتي هم من الطبيعة أن يناوروا، هم يناوروا ونحن نعرف أنهم يناوروا، هم يكذبوا ونحن نعرف أنهم يكذبوا، لكن الآن هناك إذا أشياء أخرى حتى حدثت، يعني عندما تأتي الأمم المتحدة أيضا لتنظم الرقابة على الموانئ اليمنية كاملة، يعني الرقابة لمنع الدخول، ماذا؟ لمنع دخول الأسلحة أو وجود أي دعم لهذه الميليشيات، يعني هذه الميليشيات الآن خنقت في الداخل فهي تناور كموقف سياسي لتجد لها لنوع من التعبئة لعناصرها في الداخل، لمحاولة الاستماتة أكثر في بعض المناطق خاصة مثل محافظة البيضاء، المناطق الأكثر كثافة سكانية التي تحاول من خلالها الضغط على الحكومة والضغط أيضا على المجتمع الدولي. نحن نعرف هذا الـ 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 هذا ما يدور، ايضا الطيران عاجل التحليق ليس للضرب لكن للتحليق، لمراقبه الاجواء اليمنيه، لمراقبه تحركات هذه العناصر على الارض. هذه اشياء كثيره حصل عليها المحاور اليمنيه او في مشاورات الكويت. نحن يعني التهديد بالحرب، نحن ندرك ان الحرب تثمنها المواطن اليمني، نحن وكل الناس في اليمن في داخل اليمن وفي خارج اليمن معلقين اعمال كبيره على مشاوره الكويت لتوفر المزيد من الدماء، لكن اذا كانت ما تاتي بالسلام تاتي كلفته اكثر من كلفه الحرب، فالناس فعلا الناس خلاص الان استعدت الى ان تدفع الكلفه ليعود السلام باي شكل كان. نعم. فهذه الميليشيات هي التناور، الميليشيات ضربت، الميليشيات قطعت خطوط الامدادات البريه لها، يعني بعد تحرير المكلا وقفت خطوط الامداد البريه اللي جاءت كانت تاتي عبر عناصر الارهاب من المهره الى المكلا عبر مهره تروح، هذه الخطوط كلها قطعت. والميليشيات مدركة لهذا تماما في الداخل، الميليشيات الآن أمام انهيار اقتصادي، ستتفاجئ الحكومة خلال الأيام القادمة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والقرارات التي لن تستطيع أمامها أن تصمد أمام هذه الميليشيات. نعم. الحكومة تعامل أنها حكومة مسؤولة على 25 مليون نسمة بما فيهم حتى الميليشيات، هذه الحكومة مسؤولة عنهم. وليست مسؤولة على عائلة أو أسرة أو فئة. نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني هل لمست اليوم من المؤتمر الصحفي التفاؤل أو التفاؤل الذي يبديه دائما ولد الشيخ، أم أن هناك يعني مواقف أو عقبات كبيرة تعترض هذه يعني المشاورات وما زالت عصية عليه حتى الآن؟ يا عزيزتي لا نطلب من ولد الشيخ أكثر من المسموح به له أو المخول، هذا مبعوث أممي ستكون لغته مرنة وكلماته غير محددة المعالم، لأنه لا يزال الآن لديه أمل في أن يهدي هذه الجبهة، لكن عندما يوصل إلى النهاية سيتوجب منه تصريح واضح وصريح بمن هو المعرقل، من الذي زرع، لكن هذا الآن يعتبر وقود دولي وهذا الدور المرسم له حسب السيناريو. لكن هناك الكثير يعني اشياء اخرى لاطراف اخرى، تخيلي ان تاتي سفيره الاتحاد الاوروبي لتقابل رئيس الوزراء وتقول له يعني خبر مهم جدا، ماذا؟ الحيوانات في حديقه الحيوانات في كائن مهدده ونريد نقلها الى جنوبي. هناك لدى العالم الغربي او لدى المجموعه الدوليه مجموعه، ولد الشيخ ايضا لماذا ياتي مجموعة من السيدات يختصر مثال اليمن بمجموعة عدد سبعة وكذا ليقول رؤية، نحن نعرف ما هي الرؤية ونعرف ما من المجتمع اليمني يتكلم، لغته طبعا هي مرنة، لكن نحن لحد الآن راضين على أداء ولد الشيخ والشعب اليمني أيضا راضي، إذا دعنا أستاذ عبد الله يعني نأخذ أيضا معنا الأستاذ عارف أبو حاتم الصحفي من الكويت. أستاذ عارف مرحبا بك. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ عارف، ما هي قراءتك أولا لمضمون المؤتمر الصحفي الذي أتى على عجالة؟ يعني ولد الشيخ حاول في المؤتمر الصحفي أن يذكر الناس بما بأول خطوة عملية ينجزونها اليوم، وهي تقسيم المتحاورين. هنا يجب التوضيح للمشاهدين بأن الثلاث لجان التي تم الإعلان عنها على عنها ولد الشيخ وتم تشكيلها سيكون أعضاءها من المتفاوضين في الكويت اللي هم الفريق 17 مقابل 14. شكلوا ثلاث لجان، الأولى معنية باستكمال الحوار السياسي وإعادة مؤسسة الدولة،
وهذه اللجان ستكون تقريبا فيها خمسة أفراد. اللجنة الأخرى المعنية بتسليم السلاح والجوانب الأمنية والعسكرية فيها 6-6، واللجنة الثالثة كانت معنية بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين قسريا لدى الميليشيات والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وهذه 2 من كل طرف من الجانبين. لكن في سؤال حاولت أوجهه الذي وجهه للشيخ في المؤتمر الصحفي بخصوص الضمانات. نعم، هل صوتي واضح؟ نعم واضح، تفضل. السؤال الذي وجهته لوالد الشيخ في المؤتمر الصحفي هو: ما هي الضمانات التي قدمت لأجل استمرار هذا العمل؟ ما هل لديكم جهة ضامنة؟ ما نوع هذه الضمانات؟ ما حجمها؟ من الجهة الضامنة بأن هذه الميليشيات سوف تلتزم بالتطرق لهذه اللجان وممارسة مهامها؟ هل لجنة تسليم السلاح قادرة مثلا أن تنزع السلاح من يد هذه الجماعة لهذه الدولة اليمنية التي ستحتوينا جميعا ونعمل تحت سقفها جميعا؟ هل لجنة إطلاق السلاح المعتقلين السياسيين سوف يتم الإفراج عنهم فعلا؟ هل لجنة عدد مؤسسات الدولة سيطلق هؤلاء هذه الميليشيات سيطلقون البنك المركزي بما نهبوه من 3 مليار و300 مليون دولار من البنك ومؤسسة الدولة كاملة وزارة الدفاع وقيادة العامة القسم المسلحة وجهازي الاستخبارات الأمن القومي والأمن السياسي؟ كانت هذه الأسئلة المحورية. نعم. بالنسبة لنا هل وجدت لها إجابة؟ أولا يقول إجابة مائعة. لا ما قلت لها إجابة. ولد الشيخ يطلق أطلق إجابة مائعة مفتوحة لا تحمل، لا أستطيع أن أبني عليها رأي أو أبني عليها ما أبني عليها توقع أو سيناريو للمستقبل القادم. نعم، يعني تحدثت الدكتورة أنها لأن الضمانات التي قدمت لهم هي وعود بأنها لن تخرج هذه المشاورات عن 3 البنود وأيضا عن تشكيل لجنة حقيقية للتحقيق فيما حدث لواء العمالقة. كنت يعني أود أن أعرف منك رأيك حول الرؤية الأممية المقدمة للحل أستاذ عارف، يعني يقال أنها مثلت بالنسبة للممثلي الحوثي وصالح صدمة. أنا فهمت سؤالك. أوضح لك شيء. أولا الضمانات التي قدمت هي على 3 مستويات حسب ما نقل وما فهمته: ضمانات متعلقة بالأمم المتحدة وبجامعات الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، لكن ما نوع هذه الضمانات؟ ما هي هذه الضمانات أصلا؟ المجتمع الدولي يراشي الجماعة الحوثية ويراضيها ويداريها في كل دقيقة. 22 سفير دولة اجتمعوا معهم لأكثر من مرة. هؤلاء السفراء قالوا ضامنون بأن أو دولهم ضامنة بأن هذه الجماعة سوف تلتزم. في حال لم تلتزم يعطيني ضمانة، في حال لم تلتزم هذه الجماعة. هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يتعلق بمسألة اللواء العمالقة اللي سألت عنه، مثلا كان هناك اتفاق أن تشكل لجنة أممية تنزل. نعم. هذه اللجنة للإشراف على وضع الوضعية القائمة للواء العمالقة هو اللواء 29 ميكا. هذه الجماعة ولد الشيخ حاول أن يقلل ويضعف فاعلية هذه النقطة وقال يتم الاتفاق بلجنة التواصل والتهدئة. انظري كيف تم التراجع والتراخي. نعم. لكن حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول لك إلا أنه نمنح وفدنا الموجود في الكويت حاليا الوفد الحكومي كل الثقة. حتى الآن لا يوجد لدي شكوك حتى بمقدار 1 بالمليون أن هذه وفدنا المفاوض ممكن أن يتراجع خطوة واحدة أو أن يتنازل عن كل مطالب الشعب اليمني، وهي استعادة كل السلاح وكل مؤسسات الدولة والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين. نعم طيب أستاذ عارف، نعم لو عدنا لرؤية الأمم المتحدة الرؤية الأممية الحل السياسي التي قدمت وكانت هي الرؤية الثالثة والتي ربما سيبنى عليها الحل السياسي، يقال أنها مثلت بالنسبة لممثلي الحوثي وصالح صدمة، كيف وجدتها أنت؟ يا سيدتي هؤلاء الناس لا يمكن أن يقتنعوا برؤية ولو نزلت بنص قرآني إلا رؤية واحدة تضمن لهم بقاء السلاح. بمجرد أن الأمم المتحدة وفريق الفريق الاستشاري لولد الشيخ قرأوا الرؤيتين المقدمتين من الجانب الحكومي ومن الجانب الانقلابي وخرجوا برؤية موحدة وتلاها ولد الشيخ عليهم، بمجرد أن خلص يقرأها قام مهدي المشاط يقول له أنت تستغل نسخ ولصق من النسخة المقدمة من الجانب الحكومي. يعني هذه جماعة لا تريد أي رؤية تتحدث عن السلاح، هكذا باختصار. ومحمد عبد السلام قال لهم وقالها حتى في مقابلة مع البي بي سي بأن تسليم السلاح للدولة اليمنية يعني أننا سنسلم رقابنا لكم.
بمعنى آخر أفهمه أنه بقاء السلاح بأيديهم سيجعل رقابنا نحن تحت أيديهم. نعم نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عارف أبو حاتم الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني لو تحدثنا عن الأيام المقبلة برأيك، يعني من خلال هذه الثلاثة لجان، هل يمكن أن يعني يولد حل سياسي حقيقي، أم في ظل تعنت الحوثي الذي يظهر يوما بعد يوم واعتراضاته ربما يتأجل الأمر أكثر؟ مش لا تقول الأمر سيتأجل أكثر، وإن النوايا لدى الحوثية ولدى صالح وميليشياتهم لم تكون ليست حقيقية، ولكن نحن أمام 48 ساعة أو أقل من 24 ساعة حقيقية لكشف النوايا. أولا نحن ننتظر غدا تقرير لجنة تقصي الحقائق أو لجنة الوقوف على الحقائق التي هي بما يخص موقع عمران في معسكر العمالقة، وهذه شارك في اللجنة غير لجنة التهدئة والتواصل لأن الطرفين اليمنيين، لكن هناك فيها خبراء من الأمم المتحدة وستعلن تقريرها. افترض 72 ساعة التي أعطاها ولد الشيخ للجانب الحكومي ستنتهي غدا، وننتظر تقريره بعد غد أو في نهاية نهار الغد، وكذلك مدى مصداقية اللجنة الأخرى لشكلة حقوق الإنسان، هل سيقدمون غدا رغم أنهم اليوم قالوا أن لديهم مختطفين. نعم مختطفين، ولكن أيضا هم ملزمون بتقديم غدا كشوفات للممثلة اللي كانت الممثلة اللي كانت حاضرة في اللجنة من قبل الأمم المتحدة. هذه كلها مؤشرات خلال الساعات القادمة أو 24 ساعة أو 48 ساعة ستؤكد هذه النواه. وأيضا اليوم الخروقات وما سيتم اليوم في على الأرض في تعز في كذا، أيضا في تعز هي محور مهم. نعم. مصداقية هؤلاء الجماعة، لأن ولد الشيخ والمملكة ترى أن تعز يجب أن تكون هي النهوضة وخاصة في تقديم العون الإنساني، ومطلوب المرحلة الأولى قبل نزول أي مطلوب فتح ممرات آمنة. هل تتوقع سيحدث ذلك أستاذ، يعني أستاذ عبد الله، هل ستشهد تعز هدوء وتفتح لها ممرات آمنة؟ هذا يفترض خلال الساعات القادمة، لأنه لم تستمر الموضوع أنه يظل الناس أو تظل تعز كما حصل بالأمس أو اليوم، ما تعرضت له تعز بالأمس أو اليوم، هذه جريمة حق الإنسانية لأن الكتلة في المجتمع الدولي وأبواب الشيخ واللجان العسكرية والخبراء قالوا أن المسألة محتاجة إلى عدة ساعات للتواصل لانتصال المعلومات، نحن نضع الخطط الأخيرة أو اللمسات الأخيرة للممرات. كل هذا سينكشف خلال كما قلت لتعيزة خلال 24 ساعة القادمة. في هناك منهم من يجب أن يقدم غدا، وبعض النقاط تقدم بعد الغد، وستكشف أيضا هذه نوايا هذه الجماعة إلى أين، رغم أننا متأكدين من نواياهم مسبقة كل تصرفاتهم على الأرض أو تصريحاتهم أو تعنتهم في اللجان هنا، يقول أنهم لا يمتلكوا النوايا الصادقة وأنهم يخوضون جولة حرب عبر المشاورات وينادي أن يحقوا منه انتصار، لكن العالم أصبح مدرك إلى حقيقة الوضع في اليمن ولن يسكت، وأصدقاء السلام لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ولا حتى الشعب اليمني سيقف مكتوفي الأيدي. هم تلقوا أيضا رسائل في الداخل، هناك الكثير من المؤسسات في الداخل أعلنت تمردها على هذه الميليشيات، خرجوا، المجتمع في الداخل يعلن حالة من الإضراب الغير معلن عن العمل في المؤسسات، ثلاث مؤسسات الدولة لهم بيديروها وانصرفوا إلى بيوتهم. هذه كلها دعيها الأيام القادمة والساعات القادمة ستكشفها، ونحن نتمنى، لا نريد أن سمعت الزملاء بدون ما عرفتنا بها، لكن نتمنى أن ترضخ هذه الجماعة للسلام، السلام الدائم، السلام الحقيقي. نعم. الذي سيضمن لكل المواطنين حقوقهم، وسيكون المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات أمام الدولة وأمام القانون. إذن نعم للأسف انتهى الوقت أستاذ عبد الله حزام، شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الله حزام، كنت معنا عبر سكايب من الكويت. الشكر لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام، الجميع أمل أن يعم السلام والعدالة جميع اليمنيين وأن تعود الحياة لطبيعتها في اليمن. شكرا مرة أخرى، لنلتقيكم في الأسبوع القادم، كونوا برعاية الله وأمنه.